مع روتانا. في عبارة بتقول إن الصوت الجميل يسرقك منك ويعيدك إليك، يأخذك ويردك. اليوم معانا صوت جميل غائب حاضر، رح تتفاجئوا من ضيفنا لليوم، وبوعدكم إنه تكون مقابلة استثنائية. الصوت اللي معانا لليوم بيجمع بين معايير الجمال والفخامة والأناقة والنبرة الصوتية الكفيلة بأنه تنقلك إلى عالم سحري. المساحة الصوتية اللي عنده مساحة واسعة جداً. كلنا تنبأنا بمرحلة من المراحل أنه قويدرمان رح يكون هو الصوت الأردني المميز اللي رح ينقل صورة هذا الوطن إلى كل مكان. بعد ذلك فوجئنا بغياب، فوجئنا بصمت. كنا نفتح على المواقع الإلكترونية نشوف محمد قويدر نزل أغنية، محمد قويدر عمل ألبوم، محمد قويدر اكتسح الساحة الفنية، حفلات بالدول الأوروبية وبالدول العربية. بعد فترة صرنا نفتح ونقول هل تذكرون محمد قويدر؟ المفارقة العجيبة اللي صارت معه، التساؤلات. أنا متأكدة بأنه هذا الشاب الأردني الفنان اللي إحنا كلنا منحبه، بتخيل لسه إله قاعدة جماهيرية كثيفة وعريضة. من لما بلشت بالإذاعة بال2005 وأنا بعمل حوارات، اليوم إحنا بال2018 بكل مقابلة إذاعية، والآن الحمد لله أصبحت مقابلاتنا إذاعية وتلفزيونية، أنا بكون محضرة مجموعة من الأسئلة حتى أعرفها من ضيفي، وفي معظم الأحيان بكون محضرة الأسئلة التي تخطر على بال الجمهور. اليوم لأول مرة من لما بلشت أنا مش محضرة أسئلة، أنا بدي الحوار يكون عفوي لأنه أنا اشتقت، وبعرف أنه أنتوا كمان اشتقتوا. والأسئلة اليوم رح أكون أنانية شوي فيها، رح أسأل قويدر اللي أنا حابة أعرفه لأنه أنا كنت من معجبي هذه الشخصية الفنية الجدلية. هو شخص جدلي، يمكن فهمناه غلط في بعض الأماكن، ويمكن هو لا يقف على الجانب المنصف من التاريخ بسبب ظلم تعرض له سواء إعلامياً. بعرفش إذا الوطن ظلمه، بعرفش إذا هو ظلم حاله، بعرفش إذا الناس ظلمته. قويدر صباح الخير. صباح الخير نادية، صباح الخير المشاهدين والمستمعين. يا الله شو زمان عنا، وترتني بحكيها الحلو لأنه حكي أنا بقول والله أنت تستحقه يا قويدر. طيب حطينا التاب، بدناش نشوف، بدنا نقعد نبرم أنا وإنت. يلا، أنت وين حاليا؟ وين مقيم قصدي؟ حاليا بأمريكا. نعم، بين أمريكا عمان، يعني حسب إذا في كيف الحفلات. نعم، يعني أنت تركت عمان، هلا نعم. إقامتك الدائمة في أمريكا. مظبوط. طيب إمتى رحت على أمريكا؟ قديش إلك بأمريكا؟ هلا إلي سنين. أها. إلي سنين كتيرة يعني. نعم. وبروح وباجي، عرفت كيف؟ بس إنه مش ما بضلني إنه بطول أكتر من سنتين، سنة ونص، خلص لازم أطلع. لازم تطلع. طيب محمد قويدر، دائما احنا بنحب نعيش في نظريه المؤامره. انا صوت رائع بس فلان ظلمني. مزبوط. انا شخص بدي ارجعك لموضوع السار اكاديمي، مع انه انا بعرف انه انت تخطيته. انا كنت مرات يستفزوني، اعصب، يخلوني احكي كذا. انت عايش بنظريه المؤامره، ولا انت مقتنع بانه لكل زمان دولة ورجال، ولا أنت بتحس أنه دائماً في كومباك؟ شو وضعك النفسي هلأ الفني؟ هلأ بالنسبة لستار أكاديمي، ستار أكاديمي أنه كنت صغير. نعم، 22 سنة. آه، 22 سنة. آه، أي حدا 22 طلع شوف هيحط بعدين كان في شعرات بالضبط. آه، فهلأ عم بتشوفي حتى هلأ هذا الجيل أو الجيل اللي قبل. نعم، بهذا العمر صح، بتحسي أنه بيختلف عن كل سنة، بتحس شو كنت تعمل سنة ما بيكون في نضوج كافي. نعم، ما في، بس بنفس الوقت الحمد لله حققت نجاح كبير. صح، وكنت أدها وكل شيء، بس إنه موضوع المؤامرة بأي مجال بالدنيا أكيد في مؤامرة، أكيد موجودة المؤامرة بين الإعلاميين، بين الفنانين بين أي، في أي مجال، أي مجال بالدنيا. أكيد أكيد. هلا أنت مميزة أكيد وبتآمروا بس طيب بتحس إنه البلد ما أنصفك، الناس ما أنصفوك؟ هلأ بالنسبة للناس، الناس بشكرهم كلهم
يعني هاي فرصة أني أشكر كل حدا صوت لي، كل حدا بيحبني، كل حدا كنت ذكرى حلوة بحياته. نعم. يعني بسمع كتير من الناس أنت ذكرى عمرنا ما بننساها، أنت كنت بمرحلة من حياتنا أنه قويدة، فهذا إشي حلو إشي بشكرهم حلو. عليه. نعم. وبس يعني قويدر، الفن بالأردن، أنت مرة صرحت قلت بأنه الفن بالأردن هو عبارة عن كوفي شوب، يعني فنان بغني بكوفي شوب. 100%. هل تعتقد أنه هذا الموضوع مظبوط؟ يعني الفنان بالأردن إيش مكان صوته، إيش مكانت مساحاته الصوتية واسعة، هو ينتهي به الأمر في مقهى. أنا هذا اللي أنا برافضه لليوم. رافضه لليوم. أنت ما عمرك غنيت بكوفي شوبس؟ أنا مش شوفي. لو غنيت بيكون مناسبة، بيكون إشي صار. إشي خاص، إشي زي ما تقولي اضطريت إني أعمله. نعم. مجاملة، أي إشي بهيك، مش يعني مش بزنس، مش مصاري، مش أكون متواجد، أكون كذا هيك. هلأ مش لا هي غرور ولا، بس الفن الحقيقي هو مش كوفي شوب. الفن الحقيقي مش كوفي شوب. أنت نادي شو رأيك؟ طبعاً. مزبوط. يعني أنت حتى يعني سألوك، قالوا لك طيب أنت هلأ شو الحفلات؟ أنا حضرت مجموعة من مقابلاتك، شو الحفلات اللي أنت هلأ بتحضر لها وكذا؟ قلت لهم مش ملاحق مهرجانات بالأردن. هاي صفنة المذيعة قالت لك عن جد؟ قلت لها لا طبعاً عم بمزح. بالزبط. أنت شاركت بمهرجان جرش؟ جرش. كان لك مشاركة. صيف عمان، لفحيص، شاركت. كيف كانت لحظة وقوفك على مسرح جرش؟ كتير حلو. رائع. يعني في مرة من سنة من السنين كانوا بيحكوا 54,000 بني آدم. ما شاء الله. بمهرجان صيف عمان. بصيف عمان. مزبوط. كان طبعاً هو من تنظيم أمانة عمان، موجه لهم تحية. أنا مرة أكيد. كنت الأمسي، فيعني عن جد تنظيم رائع. طيب بدي أسألك أسئلة خطيرة شوي. هلا يا جماعة والله أول مرة بطلع من لا بالعكس أنت يعني أنا والله من محبة وأنت بتعرف. بعرف. يعني في قضايا أنا لن أتطرق لها، لأنه إحنا بنعرف بأنه الإعلام في بعض الأحيان في أقلام بتكتب حتى تعمل سكوبس على حساب مشاعر الأشخاص. أنا مش إحنا مش رأوين لا تقول دير، إحنا الحمد لله إعلامنا أبيض، نتمنى أن يبقى دائما كذلك. في حالة نفسية بعيشها البني آدم اسمها اكتئاب ما بعد الشهرة، يعني بعد انحسار الشهرة ولما الأضواء تطفي. يعني مثلا مرة نبيلة عبيد الفنانة اللي احنا كلنا بنحبها سألوها، قالوا لها انت ليش ما كملتي بزواجك؟ قالت له عشان دي. قالها شو يعني دي؟ قالت له عشان الكاميرا، انا ما بقدر اعيش بدون الضوء. صح. انت تفتقد الى الأضواء لانه انت شخص اخذ شهرة استثنائية في عهدك، يعني انت ما شاء الله الاكسبوجر اللي كان عندك وقت وجودك بقوة في الساحة الفنية، أنا ما شفت أي فنان آخر أخده. أخذت مضادات اكتئاب، زرت دكتور نفسي، عشت بحالة من الانطوائية، انعزلت عن الناس لأنه حسيت حالك وين قويدر اللي كانت كل الناس تتهافت عليه؟ شو صار أنا معك؟ ممكن أجاوبك هذا سبب أنه أنا طلعت أمريكا. أنت هروب يعني؟ مش هروب. بس لما أنا رحت مثلت الأردن. نعم. وعملت اللي عملته. نعم. بعدين اجي الشهرة مش عادية، شهرة كبيرة. ما بقول لك مش يعني بعمر انا صغير ما شفت. يعني ما كان مين يحتضن هاي الشهرة وهاي الموهبة هاي. نعم. كانت الامور هيك وهيك، والحمد لله انه انا عندي يعني من وانا صغير عندي انه عارف شو بدي. نعم. ما كنت ارضى لا يمين ولا شمال، خلص ما اشتريت وعارف شو بدي. نعم. فالموضوع طول، صرت انه حفلات مهرجانات. طب انت لما كل هاي الشهره شوي تحسيها عم موجوده الحمد لله، بس انت عم لما يعني هي مش هروب، بس لما بديت احس انه ها بدا الموضوع يصير ضياع. طبعا بدت تضيعها، انه صرت اعمل حفلات كتير للجاليات العربيه باوروبا وامريكا. طبعا صرت تعمل حفلات بالخارج. بالضبط. فصارت الحفلات هناك اكثر. حكيت ليه ما اعيش هناك، ليه ما استقر هناك. فاستقريت هناك. طيب انا وين المايك؟ بدنا نسمع صوتك اليوم لأنه إحنا يعني متعطشين إلى سماع صوتك. بدي أبدأ بأغنية منك للوطن اللي اشتاق لك. أغنية للوطن؟ أي شيء، أغنية وطنية. يلا أعطونا. تيرن. هذا طبعاً طالع الصوت. هذا طالع المفروض. شو شباب أمورنا تمام؟ يلا تفضل. موطني
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في رباك في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك موطني موطني. الله الله هل أراك نادية من كتر ما هي إعلامية يعني شوفوا إذا ارتبكت اعرفوا إنه الإعلامية السبب أنا على فكرة والله العظيم حبيبي يا وترد حبيبي لأنه لا كلامك لأنه حلو منطقي يعني بالإضافة إلى الطبقات الصوتية العالية هو فنان متمكن من أدواته الفنية عنده كاريزما خاصة تسلمي. وبدي أوجه رسالة إلى كل الناس اللي بقول لك يا عمي بس قويدر يعني شخصيته عنده نمردة معينة لائما هو ذي ريليت للماضي اللي كان يا جماعة هو كان صغير ما كان عنده هذا النضوج الفكري كلنا بنمرق بمرحلة يعني بعدين بالنسبة لك أنت ستار أكاديمي كانت تجربة جديدة شو أضافت لك خلينا نحكي عن الجانب الإيجابي شو أضافت لك ستار أكاديمي أكيد غير الشهرة صح؟ غير الشهرة أكيد الشهرة عملت لك يعني أضافتك على مستوى الصوت حسنت صوتك صار عندك علاقات بلبنان مثلا أكيد أكيد نعم طبعا كيف وضعك ببيروت بتنزل على بيروت كتير حلو بنزل على بيروت طب شو قصة أنا مصري أنا أغنية أنا مصري أغنية أنا مصري والله هيك أغنية لمصر أغنية لمصر من وجلهم تحية من وجلهم تحية كبيرة هلا إحنا بنعرف بأنه الفنان يعني دائما بتوجه إلى الشعب المصري إذا منلاحظ معظم الفنانين بحبهم كتير على فكرة طبعا يعني. لأنه أنت عندك 100 مليون فوق ال 100 مليون نسمة فإذا أنت قدرت أنك يعني توصل لقلوب 20 مليون مزلو. كيف علاقتك عملت حفلات بالقاهرة عملت من كم سنة نعم وفعلا عن جد يعني إلي فترة جد مختفي وبتمنى إن شاء الله رح أرجع بالميدل إيست بشكل عام يعني نعم. مصر الأردن لبنان طبعا أكيد الأردن أكيد وبتمنى إنه يا جماعة خلص 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 يعني ما زبطونا يعني لا مش مش لا 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 زبطونا زبطونا قصدي زبطونا زبطونا هلا شوفي أحكي أوكي تقبل الفنان أمر كتير أساسي أوكي. مهم أحكي نادي أرد على اللي أنت قلتي هلا بكل بلد وإذا أنا بحكي لا أحكي لي لا بكل بلد بتشوف الفنانين إيد واحدة في اهتمام صح العراقيين السوريين اللبنانيين المصريين بالخليج بتلاقي مثلا فلان راشد الماجد بوجه له تحيه طبعا حبيبنا طبعا مع فلان لحن لفلان غنى مع حسين الجسمي برضه بوجه له تحيه انه بتحسي في فن قوي في اساس قوي راقي عندنا هيك فالته الامور فالته الامور الفنيه وبس وهذا انا السبب عشان لما تحكوا شوفت حال او انا عندي نمرده او صح طبعا ما هيك في ناس بيقولوا انا اللهم هاي. اني انا يعني كيف اكل انت ما بتحبيها بترفضيها ما بدك تاكليها انا بس في اشياء ما بحبها برفضها بس هاي كل موضوع يعني نعم يعني شوف بدي احكي لك شغله محمد قويدر رفض ان يرتبط بواقع فني معاش في الاردن 100% فدفع الضريبه بانه هو رحل حتى عن ارض البلاد صح هو قال لك لا يا عمي أنا في مستوى فني معين بحب أرتبط فيه مع احترامه لجميع الفنانين عمري ما سمعته حكى عن أي فنان كلمة سيئة هو جدا متصالح مع نفسه قال لك أنا بدي أروح هلأ شوف إحنا بنقول بأنه هذا الوطن هو خزان للمواهب أنا هاي جملة أكررها وبعيدها وبقول إحنا بحاجة إلى أشخاص ياخدوا هالمواهب من الظلمة إلى النور فكرك الفن عنا بالأردن يعني مش ماخد حجمه الحقيقي بسبب قلة المنتجين فيش مصاري عنا مواهب بتخوف. بتخوف 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 والله العظيم بتخوف أصوات مش طبيعية خيال طبعا هات نحلل أنا وياك يلا قلة المنتجين فيش عنا مصاري ما حدا بيستثمر بالفن قلة المنابر الإعلامية اللي بتدعم الفنان قلة الأقلام التي تكتب عن الفن
لانه بقول لك في امور اخرى لازم نكتب عنها، لانه على فكره ممكن. السياسه لا الفن لا يقل اهميه عن السياسه ولا يقل اهميه عن الاقتصاد. مزبوط. الفن الموسيقى هي الشيء الوحيد التي تجمع كل الشعوب مع بعض على اختلاف ثقافاتها واديانها واجناسها واعراقها. صح. فشو المشكله الرئيسيه عمي عندنا بالاردن، او ما بعرف شو انت رايك، شو كيف احنا ممكن نصنع مشكلة صناعه رئيسية. الفن اوكي برضو ارجع للموضوع. يلا هلا مثلا بتلاقي ببلد معينه ريد كاربت لا مش عارف شو. صح والله بيزبطوا. انا بحكي لك بالواقع. صح. بحكي لك مزبوط. بتلاقي الفنانين كلهم بمثلا بمناسبه معينه فنيه. صح. متواجدين بلموهم كلهم، اعلاميين صحفيين بلموهم بالضبط. بيحكوا ما بعرف شو، شركات انتاج ضخمه، شركات انتاج ضخمه دعم للأرض. برامج. هلا انت برنامجك ما شاء الله يعني عن جد حلو. الله يخليك. وبتمنى انه نعم الله يخليك يعني مثل هيك بهون هون حفله نعم مرتبه. منتجين، شركات تهتم، يعني في امور كتير، يعني المقومات الاساسيه للفن غير موجوده. فبالتالي فهون ما في هذا الحكي، ما في. بس هذا كل الموضوع. هون بيضطر الفنان بده يغني هون وهون وخلص هيك، ويلا فنان وبيعمل معه مقابله وشو بتخبرنا ويدر. بس وقت الجد تفكروا موضوع فش. اسمع انا ما بدي اسالك عن رايك بولا فنان غير فنان واحد. ومو هلا بدي تجاوبني، تفكر تاخذ وقتك اللي بدي اياك تغني. محمد عساف رح اسالك عنه بعد الفاصل. تمام. هلا بدي تغني لي اغنيه انا شخصيا بحبها قبل ما نحكي عن الكليب الجديد والاغنيه الجديده. رح بكتبك. يلا. هاي الاغنيه يا جماعه على فكره قويدر لحن لك اياها طوني قطان. مزبوط. قبل ما ينشهر، قبل ما ينضم الى ستار اكاديمي. مزبوط. وهي من اجمل الاغاني. شو بعد تذكر تكتبك اكتر، قد الدنيا انت ولا انت بعد اكبر يا ناديه، وبعد العطر غافي والطعم عشفافي، وبعد الامل عندي الامل بكره الدنيا تزهر، راح بكتبك يا حكايه على سطور، بركي بتحملي عني يا ورقة قصة قلب تعبان مكسور عدروب رجعتنا اللي محترقة. وشو بعد تذكر تكتبك أكتر، كل الدنيا انتي ولا انتي بعد أكبر، وشو قولك بنرجع وما نعود نتودع، بحبك انا مشكلتي انا وصلتك مؤخر. يا بي محلاها. شو هذا والله. شو هذا طبعا هلا شو 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 شباب شو زقفة يا شباب والله زقفة. والله مش هيك بس خلص. والله لا بس ما شاء الله. تسلم يا رب. ندخل أسئلة شوي. أعطيني عين، أعطيني مجال، قل لي والله. قويدر مان. بحب أقول لك قويدر. لا أنت عندك ألقاب تانية، السلطان والوالي. الوالي وطرزان. طرزان الألقاب مهمة للفنان؟ لا أبدا. هو اللي بيصنع. شو بتعمل؟ شو بتعمل أهم شيء؟ شو بتعمل هذا المهم. هذا المهم. طيب طرزان بدي أسألك سؤال. يلا. محمد عساف فنان صوته لا يختلف عليه أحد. كانوا مراهنين الأشخاص الذين ينتمون إلى ثقافة الإحباط وما أكثرهم للأسف بأن هذا الفنان سيقع في فخ التكرار، لأنه نجاحه مبني على غنائه للفلسطينيين والقضية الفلسطينية وإلى آخره. حتى في ناس قالوا وصلت فيهم الأمور، شوفوا الحقد، أنه هذا زلمة بيتاجر بالقضية أصلاً. يعني هو بتشعبط على مشاعر الفلسطينيين عشان يوصل. تخيلوا هذا الشخص اللي أنا بنظري هو يعني أيقونة، وهو يعكس صورة مشرقة عن أرض محتلة مشاعرها مخنوقة. بقول لك يا عمي هذا ليس غنى عاطفي نجح. أنت كفنان شو بتتخيل عساف سيقع يعني رح يكون هو
سيقع في مصيدة هدول الناس اللي بدهم يحبطوا ولا رح يكملوا يدعس بخطى واثقة؟ لأنه أنت شخص كمان مش مرتاح من ال من 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 الأجواء الفنية. يعني إحنا بنقول لما نقول الأردن بنقول فلسطين، صح؟ ممكن إنه يهاجر عساف، ممكن يعمل عملتك، ولا بتحس إنه لا هو زلمة مكتوب للنجاح؟ أنا مش أنا بروح وباجي. آه بتروح بتيجي، بعرف، بس أنا يعني قصدي إنه موجود. بس قصدي إنه هو يعني ممكن إنك تنسحب بشكل مؤقت. هو ما بعرف يعني. أنت شو بتحس؟ نوجه له تحية محمد عساف، عن صوت رائع. طبعاً مقوماته الفنية رح تكون أقوى من كل الأشخاص اللي عم بيحاولوا يحفروا ويقولوا كذا. هلا أنا ما بعرف بصراحة. موضوع بيحاولوا يحفروا له، أنا هاي ما بعرف. يعني ما أنت بتعرف الناس كيف؟ بقول لك هذا بس بغني وطني. هلا ممكن إنه بغني وطني كتير أكثر من عاطفي. بيحكوا هيك ما بعرف. بس إنه صوته كتير حلو. كتير حلو. كاريزما عنده وحضور قوي. صوته غنية حلوة. فبتحس انه لا هو رح يكون من نجوم الصف الاول. نعم بده يلا بيصير هلا. شو ما الواحد عمل ما خلص. انا بتعرف ليش قارنتك بعساف او ليش حكيت عن عساف؟ لانه انت ويان طلقتوا من برامج للمواهب، وفعليا الضجه الاعلاميه والفنيه اللي اخذها عساف بأرب ايدل انت تقريبا يعني بشكل مشابه يعني بلس ماينس اخذتها بستار اكاديمي. فانا مشان هيك سالت، قلت يعني مصيره رح يكون انه هو مثلا يطلع من 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 كل البلاد العربيه ويروح، ولا بتحس لا هو شخص لانه ما شاء الله خطواته الفنيه جدا ثابته ورغم القيل والقال. عاده شو بيصير مع الفنان او اي شخص بالفن او غير الفن يعني؟ نعم. اذا حس انه المجال تبعه عم شوي مش مقدر، نعم، او المكان اللي هو فيه مش ظابط يعني مش متناسق، مش معطيه حجمه، مش متناسق الموضوع طبعا، مش ظابط. بالنسبه لي اكيد انه الواحد خلص يعني يشوف يشوف هلا جوهره جوهره بدك تحطيها بين نحاس بتزبط؟ لا طبعا. بدك تحطيها مع او بدك تروح تبيعيها مثلا بمكان جوهره، بدك تبيعيها بمكان بيقدر قيمتها، ناس طفرانة. مين بده يشتريها؟ طبعا. هل الفنان الأردني طفران؟ والله في هيك وفي هيك، انا ما بعرف، الحمد لله انا اموري تمام. انت ما كنتش طفران لما كنت عنا؟ انا عمري ما شوفي في ناس، في ناس كمان هذا إشي بيأثر. نعم يعني الحمد لله طبعا بوجه تحيه لاهلي. الله يعني يخلي لك اياهم. الله يخليك يا رب. اكيد في ناس، في ناس اهلهم يعني عايشوا معيشة منيحة، احسن مدارس، احسن جامعات، يعني فتوا عليهم وصاروا. في ناس بدوا من الصفر ما معهم إشي وصاروا أحسن من هدول الناس. طبعا. في ناس ما معهم بالمرة صاروا مليونيرية، صاروا. في ناس اللي شبعانين ما صاروا مليونيرية. فهي شغلة زي ما بحكي لك يعني قويدر، صدقيني هي مش عارف يعني قويدر. أنا معك مليون بالمية والله يخلي لنا أهلينا. ولكن إحنا لما نحكي عن الفن يعني الفنان بيروح له على حفلة اللبناني، الفنان اللبناني خلينا نقول عم نحكي A و B بلس مثلا، بياخد له $50,000 $40,000 على حفلة. ملاقي الفنان الأردني إذا دفعوا له $1,000، هلأ أنا ما بعرف الأرقام الفعلية والواقعية بس على ما أعتقد هيك تقييمي 1,000 2,000 3,000 whatever، حتى بيفاصلوا للفنان ولك ما أنت جاي تغني يعني كلها نص ساعة يا زلمة، بيفاصلوا. طب المفاصلة والفن كيف ممكن يلتقوا في طريق واحد يا زلمة؟ هذا فنان، هذا كائن حساس، تركيبته النفسية حتى مختلفة. صح. أنا بدل ما أقدر فنه وأقدر حضوره بمناسبة بفاصله، أنت كانوا يفاصلوك؟ تمزح؟ طبعاً طبعاً على 100 و200. أنا مدير أعمالي ما بعرف شو واتبر يعني خلص. الفنان الأردني يفاصل طبعاً، وبرا بيجي هون قبل ما يطلع على المسرح بطلب الـ50,000 بيقبضوا إياها قبل ما يطلع على المسرح. نفس الأشخاص بتلاقيهم مثلاً جايبين بفصلوكي على إشي. طبعا أنا شوفوا عشان كمان أكون صريح وما حدا يحكي شوفت حال يعني أنا بحكي المظبوط. أنا إشي مش من قيمتي ما برضى فيه. أيوة هذا هو موضوع. طب وشو شو شو الضريبة اللي دفعتها؟ الضريبة اللي دفعتها إنه أنا ما خلص يعني خلص خلص. هذا الصوت اللي عم نسمع هلأ بدك تغني لنا إشي يعني هذا الصوت يلا. اللي هلأ رح تسمعوه هلأ بدي أغني هاي مني لنادية يلا قال خلص موال أعطيني. قالوا رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. الله. قالوا رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. ولك بحبك تكوني ريشتي وكوني الوتر
هو بحبك تكوني غيمتي وكوني المطر، هو بحبك تكوني تكوني رحلتي وكوني السفر. لكن إذا شي يوم عبالك خطر، تكوني قمر ما انطال إلا بالنظر، ولك رح انجبر أعمل زنودي غيمتين ولفك متل ما الغايم بلف القمر يا قمر. الله. بتمشي شرق بتمشي غرب بتمشي دغري بتمشي ورب، قلبي من صوبك مهموم شو بده يحمل هالقلب. الله، مش حرام هذا الصوت يقول خلص، مش حرام هذا الصوت يقول خلص. يا جماعة، صار إشي غريب جدا عنا على صفحتنا على فيسبوك، ما شاء الله. طبعا اللايف يعني حدث ولا حرج، التعليقات والناس مشتاقين وبطلبوا أغاني، وقويدر أنت محبوب جدا حتى هذه اللحظة، ناس مشتاقين لك كتير. بس اللي يعني اللي لفت انتباهنا جميعا وصار عليه دربك هلأ خلف الكواليس، أحمد بن محمد آل مكتوم ابن حاكم دبي بحضرنا، وجه له تحية كبيرة طبعا. طب قلنا الشرف، احنا قلنا الشرف يعني كان من زمان جبنا قويدر على الحلقة. ما شاء الله، هاي المتابعة يعني تعني الكثير على فكرة. الحمد لله، لأول مرة وتعني الكثير. شايف انت لسه قدامك مستقبل مشرق ومزهر، انا متأكدة يعني. شوفوا انا بحكيها قدام الكل انه اكيد ما رح استسلم يعني. موجود لا انت موجود، رح اكمل ان شاء الله، واحنا رح ندعمك. طبعا احاول طول ما انا عايش يعني. برافو عليك، احاول على اللي انا بدي اياه، علي على المسار اللي بيناسبك. اذا بدي اترك حالي هلا خلص، لا ما انا عارفه، بس يعني ما انا عارفه يعني. انت مستحيل تغني بين اراجيل. لا هي بحكيها، لا طبعا. كل واحد عم بيارجل ولو حكيت، لو صارت قبل بتكون مناسبات، بتكون شيء صدفه. يا جماعه ليش بتصوروا؟ بتصير. وفي ناس بيزعلوا، طب شو يعني لو بنصور؟ طب يا جماعة، طب أنا مش حكينا برايفت، جايين طبعًا هيك أصحاب، عيد ميلاد حدا، عيد ميلاد صبية من صديقاتنا، عيد ميلاد إشي خاص يعني، بتلاقي بس بتلاقي بنزلوا هون يعني. anyway. بس أنا مثلا بدي أحكي شغلة هون، كلمة حق عن الفنانة مكادي نحاس، على الرغم من أنه أنا وياها مؤخرا اختلفنا بنقطة يعني، كان في نقطة خلافية بيني وبينها، بس هذا لا يعني بأنه أنا لا أكن لها كل الاحترام لشخصها الفني ولشخصها العزيز. مكادي مستحيل تكون قاعدة بمحل يكون فيه أراجيل أو تغني وإلها شروط معينة. يعني بحب الأرجيل بصراحة. لا بنقدرش نقول هلا عرفت قويدر. بتقولك لا يا عمي، أنا أعامل معاملة الفنانة التي تحترم فنها وجمهورها لازم يحترمها. فأنا أجري نبيل صوالحة، إذا شاف شخص بيدخن هو قاعد عم بعمل سكتش كوميدي، حضرنا له كذا سكتش برمضان ومسرحيات، جلب تحية طبعاً. فبالتالي يعني، بس في ناس بسبب ضيق الحال وقلة الحيلة بقول لك يا عمي اللي بيجي بيجي، خليني بدي أعيش. مش غلط، ما هي مهنة يعتاش منها كثير من الأشخاص. بعدين صعب تكون أنت فنان بعدين أشوفك تلر ببنك مثلاً، مع احترامي للتلرز. طيب، بس قصدي بتقدرش أنك تكون تجمع بين ال لما بتقولي طبعا مع احترامنا لكل هدول الناس، كل واحد حر بحاله طبعا طبعا هذا شيء انا بس انت عم تحكي، نرجع لموضوع لما بيجيبوا فنان مثلا بيدفعوا له 70,000 50,000 واتفر، ما بعرف طبعا ارقام نحكي احنا هيك، والفنان الاردني بفصلوه مثلا، والله شيء ما بصير. طيب شيء مشين، بتلاقي يلي بحفله اللي عملوه يعني، حدا جابوه من برا عمل حفله، ما هو بيفتح فيه بزنس طب بيأمن حاله، عمل حياته بحفلة حفلتين، حفلة حفلتين. الفنان الأردني بغني وبغني 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 وحفلات، ويلا يجمع طول عمره يمكن الله أعلم طبعا ربع اللي طلعوا بحفلة اللي جابوا. طب ليه؟ عرفتي؟ وعنا على فكرة في مواهب يعني، يعني احنا بنشوف عدد كبير من مصير الفنانين الاردنيين، وانا ما عم بحكي هون فنانين بس غناء، عم بحكي حتى في مجال الدراما والتمثيل يعني. صح، للاسف بتكون نهايتهم مريره لا تشبه اشراقة الايام اللي اضاؤوها في حياتنا. انا قلت تيلر بانك لانه التيلر هو شخص بيتعامل مع الناس بشكل مباشر، مش انت تكون فنان وبعدين تصير يعني في تناقض مرات. طيب شو علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟
والله انستغرام فيسبوك كذا عندي صار يطلع مصاري هاي كثير بياخذوا على البوست برا 2000 و3000 على الصوره على الصورة. طب خلينا نعملها. ما بقول لحق حالك لحق حالك. هلا عندي انستغرام عندي فيسبوك. نعم. سناب شات على الخفيف. اكتف عليهم بتنزل صور بتنزل ستوريز كذا ولا مش كتير. بس في عندي مشكلة انه انا مش يعني مش من هاي المدرسة. مش هاوي هذا الموضوع. مدرسة السوشيال ميديا هاي الناس في ناس خبرة. في ناس مؤثرين كتار انفلونسرز عنده بكون 1000 فولوور وهو مؤثر في المجتمع. بس أنا من بطبعي حياتي الشخصية ما بحب أحطها على السوشيال ميديا هيك مثلا هلأ طالع مش عارف وين هيك الناس بصور. هم بالحمام بصوروا. لا ما شفت حدا بيصور. صاروا يجيبوا موبايلات ضد المي. ضد المي عشان لا مزبوط الناس بمزح. بيقحمونا بتفاصيلهم الحياتيه بشكل كبير. انا ما بحبها خلص حياتي الفنيه حلوه. حلو نحكي فيها سوري يعني. اشياء حاب احكي فيها شخصيه حابب مش حابب عاد كنت اسالك هذا السؤال النمط الاعتيادي اين انت من الحب بعدين لا قلت بسحب السؤال سؤال سخيف حبينا كثير فيش هلا شيء عاطفي شفتي كيف مش قادرة طيب ما بدي احكي شيء خلص على سناب شات في بتصور لي بس بصور لك طيب يلا شوي شوي عسكت بموت وما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت اذا مصقيته شوي شوي عسكت بموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مصقيته شوي شوي عالسكت بيموت الله لا 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 ترارا ملحم بركات تحب ملحم بركات كتير الله يرحمه طبعا يعني الله يرحمه ملحم بركات الغائب الحاضر كان لك لقاء معه شو حكى لك مرة غنيت أنا الوالي غنيت أنا الوالي صح في باك ستيج مسكني من خدي بحكي لي أنت لو كنت على زماني لو كنت على زماننا كان أنا هلأ مش طبعا على مزح على مزح اللي كان أنا مش موجود تخيل الروح الله يحميه شوف شوف الدعم وملحم بركات يدعم جدا كان الله يرحمه كتبتها عندي على الفيسبوك كتبت حطيت على الفيديو كتبت شو حلو شو حلو هذا الدعم الذي نحتاجه يعني الله يرحمه والدعم المعنوي على فكرة في كثير من الأحيان بيكون حتى أهم من الدعم المادي طبعاً كلمة واحدة ممكن تخليك شخص منتج أكثر كتير. متصالح مع نفسك أكثر بتحب محيطك أكثر وأكثر طيب إحنا يعني قبل ما ننهي هذه المقابلة الشيقة والرائعة بدي شغلتين منك بدي تغني لي آخر المقابلة بس قبل ما تغني بدي تقولي عن الكليب اللي عامله بأمريكا بين كاليفورنيا وإيش الكليب الأغنية شو بكاليفورنيا كاليفورنيا بلوس أنجلس لوس أنجلس شو الأغنية وشو تفاصيلها الأغنية اسمها بيسألونا كتير نعم. كلماتي وألحاني ما شاء الله ملحن رائع طبعا الله يخليك توزيع ديمتريس يوناني أمريكي نعم هوليوود ستوديو بهوليوود ستوديو ما شاء الله عليك هنري عشان ما ننساه زلمة كتير مرتب أرمني نعم موسيقي شاطر هو برضو كان مع ديمتريس وصورتها بكاليفورنيا بكاليفورنيا بالاي بلوس أنجلس بالاي رح نعرضها احنا طبعا تباعا بيسألونا كتير رح نعرضها بس قبل ما ننهي هالمقابلة الرائعة عتبي على قلبي ما عرف يختار لو سمحت يلا يلا صار الحكي عن حبنا ممنوع بحكي أنا بتغير الموضوع قلبي طفل بس الطفل موجوع موجوع صار الأسى مبين من عيونك هجرك جرح قلبي وتركني بنار تحرق ليالينا وعمر ونهار أحلامنا ضاعوا بهجرك صار قلبي قصر مهجور من دونك قلبي على الحفي وكفي على كفي عم عض عالشفي عتبي ع قلبي ما عرف يختار وحدك رح تكفي بالوعد
بعد ما بتوفي ندمان ما بيكفي عتبي ع قلبي المعرف يختار. الوطن يشتاق إلى أبنائه وخاصة المبدعين منهم. وجود محمد قويدر اليوم بمقابلة حصرية وخاصة لعمان تي في ولراديو روتانا يعني بالنسبة لنا شرف كبير وإحنا مبسوطين جداً. أنا بتشرف فيك. الله يخلي لنا إياك. إنه من خلال هذه المنابر الإعلامية وهي قلة إنه يعني نقدر ندعم قد ما بنقدر أو نذكر الناس بصوت اخترق قلوبنا وما زال. يوم أثبتت بأنه صوتك، أنا حاسة حالي سمعتك مبارح وحضرتك على التلفزيون مبارح. شو بتقول للناس اللي بيحبوك واشتقوا لك قويدر؟ بقول لهم إن هم سبب وجودي هون. هم سبب سبب هم السبب يلي عم بيخلوني أفكر أستمر وأستمر مثل ما حكيت لآخر نفس بحياتي، يعني رح أضلني إن شاء الله. وهم سبب كل شيء حلو صار معي، من تصويت، من حبهم لأغنية الخاصة، صح، من كتير ناس جاليات عربية وهون بأمريكا بكل مكان وعم بيحكوا لي انت ذكرى حلوه بحياتنا. هاي كلمه كثير بحبها كثير حلوه ومن قلبهم بكونوا يحكوها. نعم. الجزائر، المغرب العربي، الخليج، لبنان، مصر، عشان ما انسى كل حدا عم بيشوفنا وعم بيسمعنا، بقول لهم اني بحبكم كثير من كل قلبي. مش حكي هيك، لا مش حكي مصفوف. هذا الرجل بالعكس يمكن صراحته وتمسكه بموقفه هو اللي خلاه يبتعد شوي عنا. نتمنى انه قويدر مان ما يضل بس عباره عن ذكرى عطره، بنتمنى انه يكون حاضر فني قوي في اردننا الحبيب. استمتعت جدا في مقابلتي معك، بحييك على صوتك، على جرأتك، على حضورك الخاص. بوجه كل الحب والاحترام لأهلك اللي عن جد اللي هم أول من آمنوا بهذه الموهبة في وقت لم يؤمن بها أحد. صح 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 صح